المستقبل أكيد السيارات الكهربائية، فجينا اليوم لصالة الجفالة نشوف مع بعض السيارات الكهربائية بالكامل اللي متوفرة بصالات الجفالة. بشكل سريع نبدأ بهذه التغطية. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الجفالة، وكيل سيارات مرسيدس النجمة الثلاثية بالمملكة نستعرض مع بعض تفاصيل كاملة عن السيارات الكهربائية اللي متوفرة بصالات الجفالة في الوقت الحالي بشكل كامل. فأول سيارة اللي هي EQA 2023، سيارة طبعا ما شاء الله تمشيك بالشحنة الواحدة تقريبا 720 كيلو. نتكلم عن مدى الشحنة، طبعا نتكلم عن 5 ساعات للشحن تمشيك حوالي 700، نتكلم عن الشحنة عادة طبعا تمشيك تقريبا 720 كيلو. فنتكلم عن أرقام جدا جميلة، سيارة بطبيعة الحال مليئة بالتجهيزات ومليئة بالمواصفات. نجي للواجهة الأمامية، أكيد نلاحظ كاميرا أمامية ومواصفات جدا عالية، حساسات أمامية وجانبية، إضاءاتها طبعا ذكية فل LED بشكل كامل، كأنظمة استشعار طبعا موجود عليها، أكيد خروج عن المسار، تنبيه التصادم الأمامي والخلفي، أوتو بارك، كل هذه المواصفات موجودة. إذا جينا للجنب فبنتكلم عن 21 إنش إشارات بالمرايات، دخول الذكي على أبواب الأربعة والجزء السفلي والعلوي كله عليه كروم، وسقف بانوراما أكيد. هنا جناح خلفي AQA 350 بلس، ديفيوزر بالخلف كتصميم رياضي. وبعد كذا طبعا عندنا السيارة الثانية. طبعا قبل ما ننتقل للسيارة الثانية نلقي نظرة سريعة على الداخلية، وهنا نشوف بطاقة استهلاك الكهرباء. طبعا بنشوف هذه اتقفلت للأسف، كانت مفتوحة من شوي، لكن اللي حاب تغطيات موجودة لها راح اتركها لكم بقناة الوصف، صورتها قبل شوي. هنا سعرها بالكامل 473 ألف ريال. والحين السيارة الثانية أكيد اللي هي AQS قيمتها 780 ألف ريال. مثل ما نلاحظ هذه تجهيزاتها بشكل كامل، نسق بانوراما، وهنا الجناح الخلفي AQS 450، ديفيوزر بالخلف، فورماتيك، وهذه السيارة. ما شاء الله صارت سيارات كثيرة متوفرة بصالة الجفالي، وكل سيارات مرسيدس صارت كثيرة متوفرة سيارات كهربائية بالتحديد. هنا خلونا نشوف بطاقة المواصفات، هذه هي بشكل كامل ما شاء الله 800 نيوتن متر، أرقام عالية عالية بالمعنى حرفي. بعد كذا طبعا السيارة الأخيرة اللي موجودة بصالة الجفالة اللي حبيت إني أصورها لكم وصورتها بالماضي بالتحديد، نتكلم عن AQS. طبعا هذه هي بالتحديد صورتها لكم تقريبا من 3 شهور. هذه هي بالخلف، ملاحظين الفتحات اللي هي موجودة بالجزء السفلي ما شاء الله. هذه الإضاءات، كاميرات محيطية، عندنا أنظمة استشعار موجودة في الواجهة الأمامية، بروجيكتر، كتجهيزات داخلية، مراتب جلد طبعا كأفخم أنواع المواد المستخدمة، عندنا مرايات مدمجة بالأبواب، هنا الدخول الذكي وسقف البانوراما، هنا مدى الشحنة 20.5 كيلو، عندنا هنا برضو اللي هو الجناح الخلفي، تقنية الفورماتيك أكيد أو الدفع الرباعي الذكي من مرسيدس. حبينا ناخذ فرة عليها بشكل سريع، وبإذن الله التغطية الجاية طبعا بتكون على سيارة مميزة أكثر.
في أمان الله.